من العلوم البشرية التي استطاع أن يثبت الإنسان من خلالها وجود بعض الأمراض النفسية، والقرآن قبل ذلك أثبت وجود أمراض نفسية أخرى لم يكتشف الطب الحديث كنهها إلى اليوم، منها حالات التلبس بالجان والسحر والمس. كيف يمكن أن نوضح هذا فضيلة الشيخ؟ هي مسألة الآن نحاول نبسط الكلام حتى باللهجة الليبية يعني شوي حتى يستفيد المستمعون الكرام. هناك أحيانا يحدث اللبس وعدم فهم من الرقاة الشرعيين، بعض الرقاة الشرعيين الذي يرفض أحيانا وجود الحالة النفسية، وهذا خطأ يعني فادح قد يكون. وبعض من الأطباء النفسيين، مش كلهم يعني، مع احترامنا للدكتور عادل أو الأطباء البشريين الآخرين، لما يأتيه المريض ويشتكي من أمراض عضوية، وجع في المعدة، كثرة صداع، آلام في كذا، آلام في كذا، الشخص ويحاول أن يعمل له أكثر من تشخيص وتحاليل ثم لا يخرج بنتيجة. أحيانا قد يسأل يقول له دكتور والله أنا ممكن عندي مسألة روحانية أو عندي سحر أو عندي مسة أو عندي عين وكذا، يقول له هذا كلام فارغ وهذا من الأوهام وهذا من الخيالات. نعم. فهذا خطأ، الحقيقة خطأ فادح جدا. يجب، وأنا أقصد أنا بالطبيب النفسي، الطبيب النفساني اللي هو المسلم الذي يؤمن بالكتاب والسنة وبما ثبت. فالمسألة مسألة متبادلة، ويجب أن يكون بالنسبة للراقي يحدد أن ويؤمن بأن هناك حالات نفسية. نعم. الحالة النفسية هي مسألة اضطراب زي ما عرف الدكتور في الحلقة السابقة، تحدث للإنسان من هم، غم، كرب، قلق، انطواء، عزلة. نعم. إلى آخره. هذه الحالة النفسية قد توجد أيضا عند صاحب المشكلة الروحانية، قلق، ضيق في الصدر، صداع غير معروف الأسباب، نفور من العائلة، نفور من العمل. هنا كيف نميز أن هذه حالة نفسية وهذه حالة روحانية؟ نعم. هذا بالتعاون والتنسيق بين الراقي وبين الطبيب النفساني. نعم. هو هنا